حتى نقرأ العلامات في التمرين الرابع نلاحظ انه الشاهد با العلامة اللي بعدها إيسون إيسون با با بعدها علامة صعود إليغون إليغون فوغا برضو عنا علامة صعود ذي بعدها إيسون ذي الإيسون يتبع ما قبله وبعدها إذا نلاحظ عنا إشارة الصليب بتعني إنه بنوقف نصف زمن مش زمن كامل بعدها علامة نزول أبوستروفوس غا بعدها علامة صعود نطلع درجة واحدة بعد الغا دي إذا بنلاحظ هون إنه القياس عندنا رباعي واحد اثنين ثلاثة أربعة لما بكون في شحطة على العلامة الرابعة معناته القياس رباعي بكون في شحطة على العلامة الثانية بتكون ثنائي ولما بكون في شحطة على العلامة الثالثة بيكون القياس ثنائي عندنا هون هذا التمرين قياس رباعي بعد الدي بيجي عندنا كمان علامة صعود كي علامة نزول ما قبل الكي بيكون عندنا دي والإيسون يتبع ما قبله دي علامة صعود بعده كي بعد الكي في كمان علامة صعود زو علامة نزول كي ذي كمان علامة نزول غا في الصليب نوقف نصف زمن بعدها علامة صعود إريغون دي ثلاث علامات نزول غا فو با بعدها في علامة صعود إريغون بعد البا وإحنا صاعدين في السلم بتصير عندنا فو صعود غا صعود أيضا دي في النهاية علامة إيسون يعني دي إذا بنلاحظ عندنا الشاهد هون في الأخير دي علامة السير على الطريق للمرتل إنه وصل لعلامة دي بدنا نحاول دايما نقرأ التمرين بالشكل التالي با با فو غا دي دي غا دي كي دي دي كي زو كي دي غا دي غا فو با فو غا دي دي إذا وصلنا لهذا المستوى في قراءة التمرين بكون أمامنا كل شيء سهل أتمنى أن الكل يوصل لهذه المرحلة. خلينا ننتبه هون شوي وين في إشارة صليب نوقف نصف زمن ومنقدر كمان وين في شاهد إذا كان في وسط الجملة اللحنية نعتبره إشارة صليب نقدر نوقف في نصف زمن با با فو غا دي دي إشارة صليب وقف نصف زمن حاول نقرأ التمرين الخامس الشاهد عندنا با وراء علامة إيسون با ني زو زو ني با با ني علامة الصليب وقف نص زمان با فو غا فو غا دي 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 الشاهد
في النهاية ذي هي علامة السير على الطريق للمرتل إنه وصل لعلامة دي. حاول نقرأ التمرين السادس. با فو غا دي دي كي زو ني با ني زو كي دي غا فو با. مثل ما حكينا في السابق، قراءة التمرين بدنا ننتبه على الإيصم وعلامة الصعود وعلامة النزول. وقراءة التمرين إذا إحنا كنا حافظين اللي هو العلامات الموسيقية اللي حافظينها با فو غا دي كي زوني، بدنا نحفظ ما قبلها وما بعدها، ما قبل فو با وما ما بعد فو غا وما قبل غا فو، وهكذا. إذا استطعنا أن نصل لهاي المرحلة سيكون قراءة التمرين بالنسبة لنا سهل كتير. ياريت نركز على هذه الخطوات اللي عم بحكيها. ستة واحد اثنين فهو غاذب ذيك واحد اثنين بابو غادي ذيك زوني باني زوك دي غابو با. هلا في عنا تمارين تطبيقية مع كلام. بما يعني في الأول بدنا نقرأ العلامات الموسيقية وتحتها في كلمات الترتيل. با با فو غا دي دي أيو هل مسيح. في ملاحظة هون، لما بدنا نقرأ أي قطعة موسيقية، يعني مش لازم نروح نتهجى في الكنيسة، لازم نكون محضرينها منيح، ولأنه الكلام بيجي من اليسار إلى اليمين. عشان هيك المفروض أنه نكون محضرين الترتيلة، فاهمينها، على أساس ما زي ما حكيت ما نروحش نتهجى في الكنيسة ونلتي. واحد اثنين بابو غبيبي كثير كلام. واحد اثنين أيها المسيح. تنغيم الكلام اللي هو الترتيل يسمى في اليونانية ميلوس، حيث يرتبط كل مقطع صوتي من الكلمة المنغمة بعلامة موسيقية أو أكثر. العلامات الموسيقية لما مننغمها با با فو غا دي دي بسموها بارالالي، أما الكلام اللي تحتها بسموه في اليوناني ميلوس. بدنا نحفظهم منيح هذول، بارالالي وميلوس. وإذا انتبهنا في التمرين رقم 7 قسمنا أيها المسيح إلى مقاطع صوتية، وكتبنا كل مقطع تحت علامة موسيقية، وهكذا. فإن المقطعين أي ويو ويو، يعني أيو، يرافقان نغمتي با با با، ومقطع ها يرافق نغمة فو،
والماء يرافق نغمة غا والمقطعين سي حو سي وحو يرافقان نغمتي دي لذلك وبعد أن ندرس التمرين جيدا نستبدل أسماء النغمات بالمقاطع الكلامية المرافقة فبدلا من أن نلفظ بابا نستبدلها بأيو وفق النغمة الموسيقية نفسها وبدلا من أن نلفظ فو نستبدلها بها وهكذا لنقرأ التمرين الثامن نبلش في الإيسون يتبع ما قبله با با فو غا دي غا فو با با يا ربي خلينا ننتبه منيح لهذا التمرين إذا انتبهنا في الميلوس اللي هو الكلام حرف يا يرتبط بأربع نغمات صعود با فو غا دي وربي ترتبط بأربع نغمات نزول غا فو با با يا ربي إذا بدنا نقرأ التمرين التاسع الشاهد عندنا با إيسون إيسون منبلش با با فو غا دي دي الشاهد دي علامة السير على الطريق علامة نزول عن الدي غا دي نزول 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 صعود غا فو با فو غا فو باني زوني با با إذا هذا اللي قرأناه باراليلي هلا الكلام اللي تحته أيها المسيح بآلامك نجونا من الآلام نقرأ التمرين العاشر الشاهد عندنا با علامتين إيسون با با فو غا دي 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 غا دي غا فو غا دي 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 ميلوس كلام وبقيامتك نجونا من الفساد واحد اثنين ثلاثة أربعة بابا هو غادي ذي 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 غادي غابو غادي ذي ذي واحد اثنين ثلاثة أربعة
وبقيامتك نجونا من الفساد. هيك منكون أنهينا الدرس الأول بالعشر تمارين الموجودة في الدرس. بتمنى من الجميع يراجع التمارين باستمرار، يفهمها منيح، يحفظها منيح، يدرسها منيح، على أساس في النهاية نكون قادرين على الاستمرار. يعطيكم ألف عافية وربنا يحميكم.